Grrr. Grrr. هناك أحد راعي الحمام يتشركل في مناطق لتربية الحمام. هناك تلاحظون حمامة كانت تستعمل لها دواء الـPPR الذي أعطى الأكسجين والإنتاج الجميل. لاحظوا ماذا هذا؟ فلاح يحب الشيخات، يريد أن يصبح فلاحا كبيرا لأنه يحب الشيخات. يا سيدي كيف؟ لأنه بارع في تربية الحمام. كيف يا سيدي تربي هذه الحمام والزبندق الأفغاني؟ إنها برودويات على شكل ليموزين، توضع في أنف الحمامة فتصير كأنها لم يسبق لها أن طارت، فتحلق في السماء. فأحس بالإنجاز الجميل لأن حمامة طائرة وتحلق وأنا أنظر لها بعيني المغربتان. يا ليتني كنت أطير معهم، إنهم يحبونني ونحبهم. وها هو هذا الأخمى. لاحظوا هذه الحمامة الشقمة كم أنها تعجب المناظر والزوار والبر والهرجة وكل من يأتي إلى هذا المكان. وها هو الأخ يحدثنا عن بعض التماسيح التي تطير فوق السماء، التماسيح وبعض الأبقار. كحليم هذو التماسيح تما ديولي ولشي ديالي ما مالهم، كلهم ديالنا الحمد لله. وهذيك الحمامة اللي في غير حاضنة، إنهم يبيضون في الغازو الذي يبيض به هذا. تلاحظون يتوغلون ويتعسلون ويترعرعون. هذه كرة السلة ديالهم ياك يلعبوا باسكيت يبون بيوكت، يشكلون فريقا ضد فريق، الفريق الأزرق ضد الفريق القهوي من الحمام، فيصيروا يلعبون كأنهم فريق البيسبول. نلاحظ هناك حمام متنوع الألوان، لذا هناك كلتا فريقين، فريق أبيض وفريق أزرق، ودائما ما يتغلب الأزرقين على البيضين. لأن دابا الزرقين ديال من؟ ديال ولد حمد. البيضين؟ ما ديال ولد حمد. دابا البيضين اش كتعطيهم دابا؟ كنعطيهم الفول والذرة والخوخ. الزرقين كتعطيهم؟ أما كنعطيهم الجلبانة والحمص والسوجة. ودابا البيضين كيشربوا كيوردوا؟ كيوردوا في هاد النار الفارسية اللي كتشوفوا فيها. تبارك الله. وهاد الغلط الغلطوم ما كتخسر، الغلطوم كتخسر على شكل حبر كتكون حبر جاف. لا كاين اللي كيديروا لينا من لونطريمون.